تعالى وادعي له. بدكم رقم السماء؟ اعطيكم رقم السماء اذا احتجتوا تدقوا للسماء. رقم السماء 2 2 2، ركعتين، دمعتين، الساعة 2. هنا بتفيق الساعة 2، بتتوضى، بتصلي ركعتين وبتبكي انت عم تصلي بحضور قلب، وشوف شلون الله سبحانه وتعالى بيعطيك. اذا ما اعطاك لا تجي لعندي تقول لي ما اعطاني، يكون الخلل عندك انت. اما هو بيعطي، هنا هو بيعطي. ولا تدعي الا وانت موقن بالاجابه، لا تجرب الله سبحانه وتعالى. هنا مره من المرات كان عندي مشكله، فرحت بدي حل المشكله، رحت على مجلس الشعب، شفت مروان شيخه رحمه الله تعالى، قال لي والله ما بعرف حدا انا. رحت على المسؤولين واحد واحد، ما حدا فادني بنوب. رحت مع الشيخ حسان الهندي لعند الشيخ حسام الدين فرفور، رحنا لعنده على البيت، قال له سيدي والله عندي مشكله كذا كذا. قال لي اوام شو ساوي؟ قلت له قال لي ابعاث برقيه مستعجله لرب العالمين سبحانه وتعالى بسرعه. شو برقيه مستعجله؟ وين بدي اكتبها؟ شو بدي ساوي فيها؟ وين بدي احطها؟ قال لي بتفيق قبل الفجر بساعه، ساعه التجلي الاعظم، الساعه التي يتنزل الله سبحانه وتعالى فيها الى السماء الدنيا، فيقول الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من مبتلى فاعافيه، الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر. قال لي بتفز، بتتوضا وضوء يكون راكز مو مفشكل مثل عادتك، وبتصلي ركعتين، لا تحدث نفسك فيهما بشيء ابدا، اقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب رب، بس تخلي الصلاه ارفع ايديك لله سبحانه وتعالى، قل له من العبد الذليل الى الرب الجليل، ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. مشايخي وتلاميذي واهلي والدنيا كلها تفزينا وصلينا، اي والله، ورحنا نراجع هالمسألة اللي بدنا نشوفها. بيقول لي الرجل اللي عم يكتب، قال لي شيخ انت مين وسطك؟ قلت له انا مدعوم من فوق. هو ما عرفني من فوق. اي نعم. قلت له انا مدعوم من فوق. فانا اذا بدك تدعي من فوق، انا مره شفت واحد من المسؤولين ببلده من ريف دمشق، فقرايبه، قال لي شيخ انا رايح على بيت فلان، الك حاجه له؟ مشان اقول له، قلت له انا رايح على بيت الله، الك حاجه من الله؟ الك حاجه مع الله؟ انا مدعوم اكثر منك. انا بس فوت على الجامع وصف اقدامي اي نعم بالقبله واقبل على الله سبحانه وتعالى وقل له يا رب، ما بيقول لي روح امشي، ما في ابدا ابدا ابدا. ادعي وانت موقن بالاجابه.